هاي جايز، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم عندنا ميك اب توتوريال مع الميك اب ارتست منوش، حتورينا طريقه كيف نسوي الميك اب للعيون المبطنه والمتباعده شوي نفس عيوني، فتابعونا عشان تشوفوا اللوك الفظيع. بدأنا بالسكن، خلصنا منها، رسمنا الحواجب، والآن حنبدأ في العيون. حنشتغل على تكنيك مرة بسيط، نبرز الجمال العين ويكون يومي أكثر، تستفيدوا منه وتطبيقه يكون سهل ليكم. حنعمل كونتور للعين طالع تحت، إنه يكون سموك طرفي لين الكسرة، ومع الدمج نمتد بيه لقدام. وعموماً العيون اللي فيها تبطين نبعد عن اللاينر المحدد والميك اب المحدد، لانه يبرز تبطينة العين اكثر. حندمج الاطراف على نفس المستوى، ما نطلع لفوق مره، فالدمج حيبان دخاني شويه. العين امتدبس بطريقه ناعمه وخف التبطين. طب وبالنسبه للالوان الفلاشي؟ العيون مبطنه نستخدم لها الوان شمر فلاش، يعني خلاص كذا العين بقت تحسيها العين صار فيها بروز اكثر. الالوان الشمريه والالوان اللي فيها لمعة وجليتر أبداً ما تنفع للعيون المبطنة، والتحديد زي ما قلنا كمان تدي حدة للعين وحدة للنظرة أكثر. دمجنا العين بطريقة مرة حلوة، أدانا لوك سموكي ناعم. نعمل بليندينج بس على الأطراف عشان تبان مدموجة أكثر. نفس اللون نثبت الكونتور اللي تحت في بطن العين، ما حنخليه فاتح كده مرة، حنحط لون نود دافي. نستخدم داخل العين درجة بني غامقة وعلى رمادي أكثر، ما يكون البني المحمر. هستخدم كمان درجة نود، نعمل فيها فينيشنج للعين، نسحبها شوية عشان لا تبان العين محددة. والدمج كمان نوصله شوية لقدام لين عظمة الخشم، علشان كمان يدينا الطول للعين، نخفي شوية أو نموه فكرة العين المدورة. عند منابت الرموش بس نعمل خط نموه قلم بني، والبرش لازم تكون مرة نحيفة ودقيقة عشان لا يمتد معانا اللون لفوق. اختياري للرموش لجميلة استخدمنا لها سامانثا من هدى بيوتي، نطالع تحت. نعمل تمويه بسيط انه العين قربت، استخدمت لها اللاينر من لانكوم. رسمة المدمع قربت المسافة وخففت تباعد العين. العدسة لازم تكون طبيعية من دون تحديد، تنعم النظرة وتديها سحر وجاذبية أكثر. خلصنا اللوك اليوم، بسم الله عليها تجنن جميلة، خطوات سهلة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها، وإيش رأيكم؟ إن شاء الله تكونوا حبيتوا. فأنا استفدت منك كثير، thank you so much، وكثير حبيت اللوك، وإن شاء الله أكيد أنتوا أكيد حبيتوا، و thank you.